لعبة التنس التونسية أنس جابر تخوض مباراة ضد لاعبة من الكيان الصهيوني إسرائيلية يعني. هذه المباراة أثارت عديد ردود الفعل في تونس، مثلا الخارجية التونسية أدانت هذا الشيء وقالت نرفض أي نوع من أنواع التطبيع حتى لو كان في شكل مباراة رياضية. في المقابل اللجنة الأولمبية الرياضية في تونس اللي اجتمعت يعني بيوسف الشاهد في إطار التحضيرات لأولمبياد طوكيو القادمة قالت من حق الرياضيين التوانسة أنهم يخوضوا أي مباراة رياضية يعني طالما في نطاق الرياضة. أنت كمواطن تونسي شنو رأيك؟ أي من حقهم، أي معناتها أي حاجة رياضة يخوضوها نورمال، فما حتى مشكلة. شنو المشكلة؟ شنو اللي الحاجة اللي باش تخليهم ما ياخذوش؟ لازم يلعبوا في كل وقت. شنو اللي منح؟ شنو اللي منح؟ ما فماش حاجة تمنح. دكور؟ يعني الرياضيين التوانسة يلعبوا مع إسرائيليين عادي؟ عادي عادي عادي، شنو المشكلة؟ ألا يعتبر هذا نوع من أنواع التطبيع؟ لا لا، أنا كمواطن تونسي أنس جابر لاعبة معروفة على عن النطاق الرياضي، لكن اذا كان في مقدور يعني اذا كان من ارادتها هي عندها حق باش عندها باش نجم ترفض ايه ولا ضد الكيان الصهيوني، من راي انا ترفض. ولكن لعبه دوليه يعني من لجنه تطبيقيه انها فرضا عليها انها تلعب ولا تتعاقب حتى كي تجي عقوبه ما يصيرش ضد الكيان الصهيوني. احنا مازلنا كيسمع لطفي باش ناقر فض الغناء مع انسان مع كيان مع فنان من الكيان الصهيوني. يعني انا كمواطن تونسي يعني ماذا بيا يمكن ما لعبتش المباراه هذه نتاع كره التنس، كانت لا هي كانت هي محبوبه في الشارع الرياضي، الناس كل تحبها والناس كل تقدر. تو خذت سكسي خايبه شويه على اللعبه على الدوره اللي لعبتها مع الكيان الصهيوني. يعني احنا ماذا بينا احنا نتجنبوها من الناس هذو ونبعد عنهم، ما بيناتنا بينهم حتى شيء، لا هم تابعينا ولا احنا تابعينا، ماذا بينا نبعد عنها. وان شاء الله في المستقبل ما تحملش اغلاط كما هذه، يعني ماذا بها تتجنبها. احنا انا كمواطن تونسي ماذا بها تتجنب أنس جابر المقابلات هذوما وخاصه مع الكيان الصهيوني بالاغلبيه. انا نراها مغالطه كبرى، يقول الرياضه نخليوها محايده على السياسه، وهي فما حاجه في تونس محايد على السياسة. وسي يوسف الشاهد بالذات سيس كل شيء وطوع كل شيء لصالحه، يجي توا يحكي لنا على رياضة محايدة على السياسة، هذا نوع من الاستبلاه وانا استغباء وانا معناها ايش باش نقول لك، معناها تطبيع خيانة كما قال السيد الرئيس في الرياضة في الفن، قالوها في الفن زاد. فما عندنا اشباه فنانين اللي الاشعاع نتاعهم مش كافي، مشاو استعانوا مشاو لاسرائيل غناو وخذوا فلوس معناها خايبه معناها برشا، وانا نسميه نوع من الدعاره الفنيه، سامحني في الكلمه قويه شويه، اما ما لقيتش على غالب الحدود اللغويه نتاعي والفهم نتاعي، ما لقيتش كلمه تكون الطف من كلمه دعاره باسم الثقافه، دعاره باسم الرياضه، وما نحبهاش تكون دعاره شامله. ولهذا التطبيع جريمه في الرياضه في الفن في اي شكل نتاع تعامل. لجنه اولمبيه ولا يوسف الشاهد مع كل احترامنا لشخصه، اما لازم هو يحترم ذكاء الشعب التونسي ويحترم هويه الشعب التونسي. من فضلكم. كمواطن تونسي هذه مش انا باش نجي نلعب مع هذا باش نشوف له بطاقه التعريف نتاعه ونشوف له باسبوره من البلاد، هذا باش نلعب معاه جاء ولو هو اسرائيلي عامل الجنس عامل باسبور فرنساوي جي نلعب معاه، لكن هو يفيق بيا انا اللي هو. وهذه اللجنه الاولمبيه تحكم في كل شيء. اسرائيليه وباسبورها اسرائيلي وامورها واضحه. انا حسب رايي انا ما ثم حتى شيء يبرر الموقف. حسب رايي انا ما ثم حتى شيء يبرر، تنجم تلعب مع هي، تنجم تلعب مع هذيك، تنجم تلعب مع هذيك. انت كتونس مشاركه في الاولمبياد ولا هكا ولا مش ولا اخر؟ حسب رايي انا ما ثم حتى ما نعرف. المباراه هذوما اللي صارت فهمت ماهوش حاجه باهيه، وخاصه ضد السمعة نتاع أنس جابر. يلزم كيف رئيسنا الجديد قال كما يقولوا التتبيع إجرام خيانة عظمى، هو تعاولا الوحيد اللي في ملي تهز ضرب تونس فهمت قالها، لأنهم الآخرين كلهم فهمت كانوا يتبعوا من رؤساء إلى واحدة إلى ايوه
على ذاك فهمت راها ماهيش بالقدا، وهي ماهيش مساله نتاع عالم ولا نتاع كاس ولا حاجه، ثم مساله سياسيه واكثر من هكيك، هي مساله نتاع امه ومساله نتاع مستقبل اولادنا مهدين راهو من الطرف الصهيوني الصهيوني والامريكاني مساعد زادة مع الامريكان هكا ترامب، فهمت الجهل ترامب راهو برشا ناس ما يعرفوهش قاعدين نتبعوا فيهم احنا ويعطيو فينا في الفلوس، ما حاش ناجي فلوس انا حاشنا باش نخدم اولادنا ما حقاش. وانا توا فك الجامعه الدوليه حرمت فهمت قالت منه هاك اللي ما يتبعش اسرائيل شيء ما عندوش الحق وينحوه ضربه واحده. اش نعملوا احنا؟ اش نعملوا؟ لازم نتاقلم مع العالم هكا، هما ما ولد عمنا اليهود، اش نعملوا هكا؟ ما دام امريكا هي الكل اوروبا حسب رايك اش نعمل؟ ها؟ نحن نقدموا للوخر. طبعوا عادي يعني؟ مش نورمال، هذاك هي الحياة هذاك هو، هذيك هي الوقت العصر. فرضت علينا امريكا واوروبا ذاك هو هذه معناها نورمال تأدي معناها هذه مش يلعبوا ضد بلاصه اخرى ما يسالش معناها. يعني هذه المباراه لا تعتبر نوع من انواع التطبيع مع العدو الصهيوني؟ الله اعلم. هذا مرفوض، مرفوض رفض تام. العلاقات ولا التطبيع ولا الحكايه هذه مرفوضه، مش حتى مننا برك، حتى من قبل الشعب التونسي كل، كيان صهيوني كيان متغطرس كيان يعني هضم الشعب الفلسطيني وهضم القضية الفلسطينية وضربات هذا الكل، فهمني؟ يعني هذا مرفوض. العلاقة والتطبيع مع الكيان الصهيوني دولة إسرائيل بين ظفرين، أي الدولة المصغرة. يعني مباراة رياضية هي نوع من أنواع التطبيع؟ نوع من أنواع التطبيع، أنا أشوفها نوع من أنواع التطبيع، فهمتني يا أختي؟ وهذا نعتبره مرفوض رفض تام زاد راه، بالنسبة لرأيي أنا الشخصي راه أنا نعتبره مرفوض رفض تام. اللجنة الأولمبية التونسية برئاسة يوسف الشاهد هما اجتمعوا لتباحث آخر تطورات المشاركة في أولمبياد طوكيو جاية في القادم. قالوا نخليه يعني سبور بعيد على السياسة، ومن حق رياضيين التوانسة أنهم يخوضوا أي مباراة ضد أي جنسية من العالم طالما أنها يعني مباراة رياضية. ضد أي جنسية، ضد أي جنسية، حتى مع الأمريكا، مع الإنجليز، مع اليابان، مع أي كل، ما عدا الكيان الإسرائيلي المتعجرف بين ظفرين والمتغطرس للأراضي الفلسطينية، وتهذيب الحق الفلسطيني وسيل الدماء لكل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، كذلك عدة ضرب الحائط كما 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 نقول لك أختي. بالنسبة للمباريات والرياضة بصفة عامة مع سواء أي دولة مهما كانت هي، أنا الرأى أنه بالعكس يجب يكون فما تحدي، يجب الراية العربية المسلمة تنتصر على سواء الكيان الصهيوني أو غيره أو الأمريكي أو غيره أو البريطاني أو العالمي بصفة عامة أو أوروبا بصفة عامة. أنا من رأيي تصير مقابلات، علاش لا؟ ماهيش تطبيع في حاجات أخرى ممكن، مش في الرياضة. اللي فهمته أنا هو كونه بالنسبة للرياضة يعني ما تدخلش في السياسة، يظهر لي هكا الرياضة ما تدخلش في السياسة، الرياضة رياضة بدنية وفكرية ومعنوية، أما بالنسبة للسياسة السياسة حاجة أخرى. لكن التطبيع مع الكيان الصهيوني يجب تجريمه، هذاك جملة وتفصيلة. أما الرياضة تكون محايدة، الرياضة يجب تكون محايدة، ولهذا أنس جابر كيف لعبت حقيقة أصابت في الرأي، وتلعب مع ضد يهودية أو نصرانية. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يجوز لكم أن تتزوجوا بنصرانية أو يهودية ما لم تكن مشركة، هذيك من أهل الكتاب. إذا كان أنا مش نزوج من مرأة يهودية، الإسلام والرسول سمحوا لي بأن أتزوج بيهودية أو نصرانية، فما بالك الرياض؟ لكن نحن نتحدث ليس عن اليهود بل عن دولة مستعمر. الدولة اليهودية ليس بدولة بل دولة صهيونية. الدولة الديانة اليهودية نوع أو الصهيونية نوع آخر. الصهيونية فيها نوعا ما من الاضطهاد والعنصرية.
احنا تو نتكلم عن يهود العالم نحن الكل بصفه عامه، نتحدثوا على كيان مستعمر دوله اخرى. باي انا نجم نعطي راي، وراي يكون بطبيعه الحال راي شخصي ماهوش لا سياسي ولا معناتها راي شخصي بحت. بالنسبه لليهود احنا عندنا يهود يعيشوا لهنا معنا في تونس في جربه، وعندنا منهم وزير وقد اصاب في السياحه وجات السياحه ومعناته مليون سائح مش يجوا على قريب. بالنسبه للصهيونيه، الصهيونيه هي معاديه للاسلام، معاديه للعربيه، معاديه للعرب، معاديه للقوميات العربيه والكل. احنا ضد التطبيع وتجريم، يقع تجريم يزم قانون يجرم التطبيع، هذا لا محال فيه. اما بالنسبه للرياضه يزم تكون مستقل. احنا راهو كي نرفضوا التطبيع مع الكيان الصهيوني، راهو مش كونه عندنا حاجه ضد اليهود ولا حاجه، نرفضوا التطبيع باعتبار الكيان الصهيوني هو كيان عنصري نازي محتل شعوب، محتل شعب، وما زال يمارس في الاحتلال بطرق بشعه جدا جدا جدا. وعلى هذا الاساس التطبيع مهما كانت انواعه، شكل رياضي او سياسي او دبلوماسي او اخلاقي او جنسي او رياضي، التطبيع مرفوض باعتباره صعب، باعتبارنا ان نرفض الصهيونيه كحركه عنصريه عالميه تمارس الاستعمار في ابشع صوره. يعني لا نتعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال. لا نتعامل مع كيان استعماري نازي استعماري في أبشع صور الاستعمار مهما كانت درجة التعامل. التعامل معه ممنوع منعا باتا ومطلقا، ولا يجوز بأي حالة من الأحوال الدخول في أسلوب رياضي ولا في أسلوب جنسي ولا في أسلوب أخلاقي للدخول للتطبيع. التطبيع مع المستعمر الغاشم ومع المستعمر الذي يعذب شعب بأسره ويعتدي على الأخلاق الإنسانية، لأن الأخلاق الإنسانية والمواثيق الدولية العالمية لا تسمح بالاستعمار. هذا كيان يمارس في الاستعمار بأبشع الصور متاعه ومدان عالميا، فكيف نطبع معه هو مستعمر ومدان عالمي؟ ليسونسييل معناتها احنا ما نلعبوا على العالم، نلعبوا ما يهمناش بامبورت. يا اخي هم اليهود من اول الدنيا في تونس، انا كنت صغيره كانوا جيراننا يهود وعادي، علاش احنا معناتها نقصيهم؟ عليه خليها تلعب اذا كان مع اسرائيليه، بالعكس يتوري في توري الاسرائيلي للعرب وصلوا في التنس ووصلوا في الالعاب كيما خير منهم. بالعكس انا يشرفني، أنا ضد الإقصاء، ضد. ألا تعتبر مثل هذه المباريات الرياضية نوع من أنواع التطبيع مع العدو الصهيوني؟ ليه علاش تطبيع؟ ليه؟ بالعكس، بالعكس احنا نوريو، باش نوريو تونس وصلت معناتها للعالمية، وصلت في التنس، هي لعبة معناتها ما يشكي للألعاب الأخرين. كيف وصلت معناتها نوريو لي احنا قاعدين، وبالاخص طفله، المراه التونسيه تقدمت ووصلت وولات تتزاحم في البلدان القويه، فهمت؟ علاش تطبيع؟ بالعكس، لا لا، اليهود من اول الدنيا في تونس، من اول الدنيا. انا ملي تخلقت انا عمري 60 سنه نعرف اليهود والتلين والفرنسيس، كنا انا قريت عند التلين وعند اليهود وعند الفرنسيس وما ضروناش. علاش تلعب؟ خلي تلعب على روحها، بالعكس باش تتعرف تونس، حتى في اسرائيل في كل تتعرف تونس، بلاد متقدمه مش بلاد متخلفه. بالعكس انا نحب. انت تقول اسرائيل، هل اسرائيل دوله الساعه هي من اصله؟ هذيك دوله ولا مش دوله، هذيك خلي للواحد هو يعترف بها ولا ما يعترفش، احنا ما عندنا حتى دخل. احنا نحكيو كلعبه ككره، معناتها كرياضه، مش نحكيو ك علي. قلت لك احنا من اول الدنيا اليهود في تونس، من اول الدنيا فما نهوجات موجوده. انا كنت صغيره، احنا مانيش نحكيوا على اليهود، اليهود هما موجودين في كافه انحاء العالم وما فما حتى يهود توينسا. احنا نحكيوا على اسرائيل او الكيان الصهيوني سبيسيالمون. اي هي اللي لعبت معاها اسرائيليه الديانه اليهوديه، لا
إذا كان في الدورة معناتها لازم الإسرائيلية تكون موجودة، ما نجموش نقصيه وعلاش نحيوها، إذا كان جات هي معاها لا غالب لازم نظهروا لي احنا نجموا نغلبوها وقتها نوريوا لي. أما هي ربحتها في بالي، هذاك باهي للمرأة التونسية للأمة العربية، ترى للمرأة التونسية تقدمت ولات سوق الطيارة في الطب. وحيدة بالشيخ كانت من أول نساء في العالم العربي طبيبة نساء، علاش نوخروا نحبوا نوخروا بينا أمور التطبيع أمور أخرى، هذيك أمور تخرج على نطاق ما ندخلوهاش في الرياضة، كل حاجة وحدها.